Face injection. ده سايز 1 عايز سايز 2 سايز 2 المفروض سايز 1 لو جينا نحطها انترا اورال يبقى اهي لو جينا نبص عليها انترا اورال هنلاقي الريتري مولر فيد ورا خالص هي مش متغطيه دي منطقه الريتري مولر فيد اللي ورا دي خلاص مش متغطيه بالايه؟ مش عايز صوت انا مش عايز صوت خالص 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 المفروض تلاقي طبعا سايز 1 دي صغيره المفروض انا نجيب السايز الاكبر زميلكم ما جابش سايز 2 يبقى انا مضطر اللي انا وانا بعمل تريسنج للتري بتاعتي ان انا لازم اوصلها لا ما تطرش تجري عشان ما تعورش بس لحد ريتش مولر باد ولا شايفين ريتش مولر باد فين؟ دي ريتش مولر باد اهي انت لابس حد لابس جلافز نضيف؟ جلافزك ده نضيف؟ نضيف؟ طب تعالى نحل كده على السريع كده بعد اذنك اعمل ريفليكشن للتشيك ايوه بالراحه اهو يا شباب بصوا كده شايفين ريتش مولر باد فين؟ اهي دي ريتش مولر باد اهي دي ريتش مولر باد انت ممكن ما تشوفش فالتري بقى لازم بقى في الاخر تغطي كل المنطقه دي يعني كده هي صغيره يبقى هي صغيره يبقى لازم اغطي المنطقه دي ماشي دكتور احمد كان اول ما بدا يعمل في التري تريمنج كان بيفتح الشيب بيشيل الجزء بتاع التونج ده عشان يعرف يعمل بودر مولدنج الجزء الانتيريور بتاع اللسان فاحنا المفروض بنقصه كده انا بنقص من جوه هات لي البلاير كده هات لي المايك محدش يا جماعه والنبي بيقول لي خد الدكتور قص لي عشان بصراحه الكلام ده بيضايقني جدا او يا دكتور انا مش عارف لا اعرف انت في الامتحان محدش هيجي يعمل لك حاجه اصل جامده قوي طبيعي تبقى جامده يعني متى هات لي النايف ده بداية طيب ابدا ابص على البوردر بتاعت التري يعني هل البوردر دي خبطه في الفيستيبيول زي ما انتم شايفين كده اهي وجعك من ايه؟ وجعك من ايه؟ وجعك بصوا الفيستيبيول اهو ده الريدج اهو ده الفيستيبيول شايفين التري خبطه في الفيستيبيول ازاي؟ يبقى انا كده محتاج ايه؟ اقصر اولر راوند. ده كده كله محتاج يقصر اولر راوند. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى نفس الكلام اولر راوند. لا سايز 2 كده كده هتأثر عشان البودرز بتاعتنا بس سايز 2 ممكن تزود دوكس كتير من ورا وحسبي الله تفتح الحاجة بعد اسمك كده كده شايف شايفين بقى في سبيس ازاي بينها وبين ال بين الريدج وبين الفيستيبيول الفيستيبيول تحت اهو ودي التريه بقى في عندي هنا سبيس اهو اقدر اعمل بيه بوردر مولدنج تمام دي خبطة على الريدج كده فهفتحها لبره سنة دي كلها بنعمل موديفيكيشن للتري عشان نوصل هي اصلا صغيرة يا جدعان عشان اصلا بيتضايق اصلا سيبني بقى دلوقتي سايز 1 هات لي بقى كده الوكس فين مش عايز صوت ابدا اعمل
البارتيشن الرول بتاعتي اهو شيء كده الأول بعد كده السايد الكبير نثبت التري ونبدأ نعمل ايه البوردر مولدنج بتاعتنا اوتورد ابورد انورد ماشي الوقت بتاعنا اللي انا ظبطته اهو غطى لي الريترو من غير بادي يا شباب شايفين اللي انا زودته غطى ريترو مولر لكن لو مظبوط مش هنزوده اكسس ها هو كده الريترو مولر بتاعتك لازم تبقى مسجله في المكان ده لازم تطلع عندك في المكان ده لو ما طلعتش معاك في المكان ده يبقى انت كده ما عملتيش برضه يعني مش اللي مش بتاعك مش هيطلع مظبوط لازم تبقى سبورتد بوكس والله كده ما الوكس وصل للفول ديبس ازاي؟ اهو اهو ماشي عشان لما يجي يطلع معاك البودر لازم البودر يطلع كده يعني البودر بتاعي هو اللي بره ده ده انا مش عايزه البودر هو اللي يبقى مدور ده شايفينه؟ دي زيادة وكس زيادة مش عايزه ده البودر بتاعي اهو بظبط من فوق من يمين وشمال اهو ماشي دي الحته اللي اتريتهم غير بدايه شايفينها دي المنطقه دي ماشي ده الجزء اللي هو شورت التري اللي انا بزوده بالوكس تمام السايد التاني ده الاول كده بعد كده ادخل السايد اللي هو السوفت تنزلها بقى في مكانها كده سيتي ده اهي وابدا اعمل بوردر مولد اهو حاجه بقى ايه اللي بقى عندك؟ من قدام قدام هنا ولا جوه؟ جوه هنا؟ هنا؟ ماشي حاضر هبص على دلوقتي وقعك من هنا يا حاج دي اللي وقعك؟ حاضر هات لي النايف كده شايفين برضه منظر البودر مولدنج هنا عامل ازاي؟ مفيش بودر مطلعش سموث وراوند طالما انت واصله للفول ديبس اهو هيسجل معاك الفيستيبيول بتاعه ودي ريتو مولر باد هنا اهي نسيح تاني كده ندخل الناشف الاول بعد كده ايه
السايد اللي مش ناشف اللي مش ناشف كده بقيت مغطي الريتم ولا بقى ورا شايفين متغطيه بالواكس ورا خالص دي وقعت مين يا بابا من نفس المكان جوه من نفس المكان جوه افتح كده هنا ولا هنا في النص هنغطيها بشمع دلوقتي هي شرب من عنده من جوه بس انا بس بحاول اثبت الواكس بتاعي عشان الواكس بتاعي لو ما ثبتش مشكله لازم تثبتوا الواكس في التريم يا جماعه استنى ما تطلعش انت تذاكر قدام عشان ما بس بتبقاش حاجه مضايقه كده انا خلصت التريسنج بتاع البكل والليبيال خلاص هبدا اعمل لينجوال باوتش بقى ايه يمين وشمال طبعا يا جماعه اللينجوال باوتش مش دي كلها ده كله اسمه لينجوال فيستيبيول اللينجوال باوتش هو جزء البوستيريور بس اللي في التريسنج بتاعي اللي هو ده بوستيريور ريجن اوف الف لينجوال سالكس اللي هو ده خلاص دي بقى اعلى حاجه وهي اكبر حاجه واللي انتوا اصلا لازم تطلع معاكم اس شيب لو ما طلعتش اس شيب يبقى انتوا كده مع الدرايف ماشي يا جماعه طيب هبدا اعملها ازاي مش ده بيخلص يا شباب روح قول للتمريض هناك عايزين تشرب دكتور عبد الله باوتش اعلى حته ورا هنا دي اعلى حته الباوتش لازم نضيف واكس كتير يا دكتور عليها مش كده ضيف واكس كتير انت تحط واكس يسجل لك الباوتش فاهماني هو لما نحطه انترا اورال بقى هو ياخد الشكل بتاعنا عادي حاجه قدامنا كده نعم قولي بس دلوقتي سنك لبرا خالص يا حاج برا يمين وبرا شمال بس خلاص استنى كده لسه حاجات توقف من جوه هنا ها حاجات توقف من جوه لسه لا لسه سنك لبره يا حاجه خالص مره يمين ومره شمال مش بقى مش عايز ده يتحرك معايا انا عايز لسانك بس اللي يتحرك معايا لسانك بس مش بقك لسانك مش بقك ايوه كده مره يمين ومره شمال مفيش بيشنت بيت في الامتحان عشان تبقوا عارفين من دلوقتي اهو بيت في الامتحان مفيش بيشنت بيت في الامتحان كلام واضح اهو دلوقتي هو احنا بنخليه يحرك المندبل ولا اللسان بس اللسان بس مش عقب المندبل بصوا هي بدات تيجي يا شباب ده لازم يبقى حرف اس هو ممكن نزود سنه صغيره هنا هتلاقي جت معاكي
هنا كده هو البستيريو ريجن ده قلب لينجوال سيرفيس. واتس از ايه ده؟ محدش معايا واتس ايدل؟ سنك لبرة خالص حاجة ولا كده؟ برة خالص، سنك لبرة خالص، مرة يمين ومرة شمال. يا دي أحسن. المفروض يا شباب ده يطلع خالص بس كده، شايفين الحركة دي؟ دكتور هو احنا زودنا واتس كتير عشان هي تراي صغيرة ولا احنا في أي تراي بنزود واتس كده؟ اه طبعا لما تبقى تري صغيرة بتزود واتس كتير. طبعا انا بقى عشان اصلا بصراحة يعني انا بشرح قدامه وانا اصلا ايه؟ دايما يا شباب التريتنج بتاع الانتيريو بيبقى واطي كده خالص، بيكون عامل ازاي واطي قدام، عامل ازاي ورا، عامل ازاي قدام واطي ورا، هو اللي بيبقى عالي بس. ماشي؟ طيب ابدا بقى كده اعمل الاذر سايد. شفت البراتش عامله ازاي؟ اهي مش باينه قوي في الصوره اللي انت صورها. اللوكس ده حلو قوي كده، ده اللي حلو، اللوكس ده اللي حلو، ده اللي حلو. هو كان في من ساعتها طيب كنا احنا عمالين يعني مش حسبي الله. لما اجي ادخل بقى الترين شايف ادخل الثدي ناشف الاول كده، وبعد كده ادخل الثدي اللي هو الثدي انزل ده الوسط كده او ينزل لبره يا حاجه بعد اذنك، مره يمين ومره شمال، يعني حرك يمين وشمال لسانك يمين وشمال جامد كده عشان جامد اللسان نفسه. ايوه كده يمين وشمال جامد. ها لما ادخل صابعي هنا ما بين اللسان والتري هنا كده بشوف الباوتش انا وصلت لها ولا ما وصلتلهاش. لو الوصف بتاعي خابط في الاستديو بتاع اللينجوال بالاستديو يبقى كده واصل للباوتش، لو مش خابط يبقى لسه في سبيس يبقى كده هتزود تزود واكس. تمام؟ فاهمين؟ اللسان اهو شايفين اللسان فين؟ ده اللسان اهو، انا دخل صابعي ما بين اللسان والتري من هنا كده بشيك الواكس بتاعي بشوف واصل للفيستيبيول بتاعي جوه ولا مش واصل، لو مش واصل في سبيس تحت الواكس يبقى محتاج تزودي واكس، لو ما فيش سبيس تحت الواكس يبقى انت كده ايه؟ تمام، يبقى انت كده مظبوط تمام وزي الفل. خلاص؟ ده محتاج يقصر شويه من هنا، الباوتش دي مش محتاج ازود فيها حاجه، هي واصله اصلا فهنسيحها بس حاجه بسيطه. انا بعرف محتاج يقصر طلع لبره.
المفروض انا زي ما قلت لكم شويه ان الانتيريور بيبقى واطي، اللينجوال فيستيبيول من قدام بيبقى مش عالي كده، لا بيبقى قصير. كمان انا شايف حاسس ان الواكس كان خابط هنا في المكان ده، فانا هقصره شويه. فانا بعد ما سايح بالواكس طبعا لازم اقع ايه؟ خش منها على ماشي. انا عارف وصلنا لبره خالص، مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال. يعني الى حد ما اللي هو الجزء اللي ورا ده المفروض ان هو بيبقى، بصوا شايف جاي عامل ازاي، بيجي كده كده يعني اللي هو حاسس هيجي من تحت كده ويحاول بقى كده يبقى كده، فاهمين حاجه؟ يبقى جاي كده بقى جاي يعني يبقى طالع كده بقى جاي يقلب كده، فاهمين حاجه؟ زي هنا يبقى طالع كده ايوه ويقلب لجوه كده، فاهمين حاجه؟ هناخد امبيشن دلوقتي وهيبان اكتر في الامبيشن. واهم حاجه ان عندك اللينجوال قصدي ريتم هنا البادي يمين وشمال تبقى ايه متسجله في الوكس بتاعك، تبقى سبورتد بالوكس. الوكس هنا طالع لبره مش عارف بقى بصراحه يعني ايه بسبب ان التري، بص التري هنا صغيره قد ايه والوكس هنا قد ايه، فهو الوكس مشكلته ان هو لما يكون مش سبورتد بميتال ممكن يطلع معاك لبره، فانتوا دايما اختاروا التري صح. اصلا دي قصيره، بس احنا عايزين الوكس قد ايه عشان نجيب ريتم هنا البادز من هنا لغايه هنا. لو سايز 2 هيبقى اقل من كده طبعا، سايز 2 اكبر، فانت لما تيجي تجيب عشان اللسان يعرف يتحرك لقدام عادي براحته. جبتوا الوكس الالجينيت؟ جاهزين يعني؟ طب ما تقول من ساعتها انتوا جاهزين. يطلع واحنا شغالين يعني. مصيبة سودة. فكل مجهودي ضرب على الأرض. أنا عايز ايه اللي بيوجعك الحاجه؟ حاجه بتوجعك؟ طب اسمعك لبره يلا خالص، بره خالص، بره خالص، حركه مره يمين ومره شمال، اسمعك لبره خالص ومره يمين ومره شمال. على فكره البيشن ده يا جماعه في حركه اللينجوال فيستيبيول مش يعني ما بيعرفش يحرك لسانه كويس يمين وشمال.
تاني حاجة كده لسايت لبره خالص، بره خالص، مرة يمين ومرة شمال. عنده طنج طاي اصلا اعتقد يعني. في حاجة مش مظبوطة. السايد ده لص في عين شوية شوية المفروض برضو اللور نفس الكلام يجيب معاكم تنشن يا شباب المفروض يعني. اه تعالوا بقى هو الباوتش كويسة بس الواكس ده كله هنا عايز يقصر زي ما قلت لكم اصلا من شوية ان الواكس قدامي بقى قصير ده كله عايز يقصر والواكس ده كده من هنا كله عايز يقصر برضه او كانت المشكلة ان الماتيريال نفسها كانت الفيسكوسيتي بتاعتها عالية فجريت هربت وده احنا ده اصلا الميكس ده ما ينفعش يبقى فيه مية كتير وغالبا هو ده السبب يعني بس ممكن نعيده تاني كده بسرعة بس قبل ما نعيده بقى نعمل ايه رمضان صباح الفل الحمد لله خلي بالنا بقى احنا بنعمل ميكس دلوقتي ان ما يبقاش ايه بقيته كتير ماشي يا جماعه ماشي يا جماعه يلا بينا ممكن تجيب لي الدرايف بتاعي من ده من هيك لو عايز يعني وانا مع السبك لو عايز الدرايف بتاعي ده يعني Thank you.
الصوره اللي بيقرب ينشف ممكن حط الطريق غلط يا دكتور. ايه؟ حط الطريق غلط. حط لسانك لبره يا حاج وعطيه. لسانك لبره، لسانك لبره يمين وشمال. تمام، انا بالراحة والله. زق انت بس لبره يمين وشمال بلسانك بس. كده كده الجيت اجباري اصلا، يعني مش عايزين نشرب الجيت. ايه بتاع الجامعه؟ يا ريت تشوف من البدا ايه؟ شايفينها؟ خلاص؟ يا ريت الأزر سيد اهو، خلاص؟ بالنسبة لنا الباوتش أصلا كلها جت ايه، والبكر في السيول زي الفل. أنا عايز عشان أعمل سبيشال تشاي، صح؟ يا ريت أعمل سبيشال تشاي زي الفل. ده تقييم. الباوتش عندي أهم حاجة، لازم تجيب الباوتش كبيرة ازاي وطويلة ازاي؟ عشان لما أقول لكم زودوا الباوتش، أه مظبوط يا عيني، إيه المشكلة؟ أقول لكم زودوا الباوتش من ورا بالذات تبقوا تزودوه. البيشن دوت مش هيجيب معاكم اس شيب او اس شيب. ليه؟ عشان تونج تاي. لازم التونج يبقى فري في الموفمنت عشان يجيب معاك حرف الاس، عشان هو غلط يمين وشمال الوقت هيتني ويجيب معاك الاس شيب. بس هي طلع، هي طلع الباوش طلع بس طلع زي ما يكون ستريت كده، مش اس اس يعني. تمام؟ ده بسبب اه طبعا ده الصبح عادي، بس بسبب ان هو ايه؟ عامل تونج تاي. لا متوازن كله مع بعض. انا ما عنديش جيجل فليكس هنا، انا الابر بس يضرب من ورا عشان يبقى جيجل فليكس.